فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الكذب جائز في الإصلاح بين ذات البين، لكن بعض من نصلح بينهم إذا قلنا له فلان يثني عليك ويحبك يقول لي قل والله أو احلف على ذلك، هل يجوز لي أن أحلف؟ لا، لا تحلف، لا تحلف، إذا صار ما هو مصلي تتركه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.